عودة من جديد مشاهدينا الكرام، وخير ختام لحلقتنا اليوم، فقرتنا الأخيرة مع الشاعر المعروف الأستاذ محجوب الحاج، اللي عنده إنتاج غفير جدا، واللي رفد المكتبة السودانية بعدد من الأغنيات تجاوز 25 تعامل مع 25 فنان، وأكثر من 15 أغنية وطنية، والعديد العديد من الأغنيات، وعنده ديوانين يعني معروفات للكثير، ويتعامل مع كثير من الفنانين من جيل الخمسينات يحدي يعني الفنانين الشباب اللي موجودين اليوم. طبعا استاذ محجوب الخمسينات دي وترتك انت تعاملك الاول كان مع مصطفى سيد احمد، لكن اتعاملت مع استاذنا ابراهيم، عوض لهم الرحمه والمغفره. بنرحب بك كثير، والجديد عندك شنو؟ طيب اهلا وسهلا بكم اسره نيل الازرق، وسعيد جدا بالمشاركه في هذه الامسيه، والتحية عبركم للسادة المشاهدين. بنرحب بك كثير. إذا عملت مع مصطفى سيد أحمد، أول تعامل كان مع مصطفى سيد أحمد، لكن أيضا زي ما ذكرت أنت تعاملت مع إبراهيم عوض، تعاملت مع مجذوبون، حمد الريح، الأمين عبد الغفار، يعني سيف الجامعة، يعني كثير من الفنانين اللي موجودين، والآن أيضا من الفنانين الموجودين في الساحة، يعني طه سليمان، إنصاف مدني وغيرهم. والله هذا مشوار طويل طبعا. وبداية تعاملي كان في البداية مع الأستاذ مصطفى سيد أحمد، دي كانت البداية عبر أغنية رحشة الشوق اللي كان بتلحينها هو نفسه، وهي عبارة عن محطات يعني. بعد ذاك انتقلت لمحطة ثانية، عملتها مع أستاذ حمد الريح، اليوم الرحمة كلهم. وأغنيات حمد الريح بالتحديد عندك معه يعني، حمد الريح تجره يمكن زي أربع أعمال، على رأس هذه الأعمال نسمة العزة سماحة، وعم الزين، فاطنة السمحة، وراجيك. وبعدها دعمتها مع الفنان الذري أستاذ إبراهيم عوض في الأغنية الوطنية ليك يا وطن كل الولا، وبعديه مع مجذوب أنسة صورة الغلاف وطن العز، وبعديه مع أستاذ برضو عثمان مصطفى تسلم يا وطن، والأمين عبد الغفار، وسيف الجامع يا سودان ما يهمك. بعد برضو في تعامل مع الشباب الفنانين الشباب برضو مرحلة المزالة بعد ذاك، عادل التجاني، ياسر تمتام، بالكريم ابو طالب، عاطف السماني، وطه سليمان، وصوت نسائي اللي هو ويمكن انصاف مدني. اركز يا ولاد اركز. يعني انت معروف استاذ محجوب انك ابن ام درمان البار، كتبت اغنيات وطنيه كثيره جدا، لكن ام درمان عندها يعني عشق خاص عندك. والله انا يعني حقيقه يعني كتبت اعمال وطنيه كثيره جدا بتغنى، لكن شايف نفسي انه انا مقصر في ام درمان. ام درمان هي المولد، فيها المولد والنشأة، وما زلت مغيب في ام درمان، وان شاء الله حكون ملازم لام درمان. فام درمان يعني كان دخلت لها بيتين في اغنية عم الزين اللي تغنى بها الفنان حمد الريح، لكن أنا أفتكر كان مفترض تكون في قصيدة كاملة لأم درمان لأنها بتستحق، بالتأكيد. وأنا عملت قصيدة لأم درمان، يعني إن شاء الله أكون أوفيت جزء بسيط يعني من اللي ادتنا لأم درمان يعني. نسمع. فالنص بيقول: سلام عليك يا أم درمان، سلام عليك يا أم درمان، تسلمي ويسلم السودان، يد دايما عظيمة شان، حصريا يا أم درمان في منظومة الإسكان، ما السكان هم الساكنينك، أنت الساكنة في السكان، كل أحيائك في الوجدان، بيوتك داخل الأبدان،
شوارعك ماشية في الشريان، شوارعك ماشية في الشريان، والاسمك في كل لسان، في وصفك يا أم درمان الكلمات حتتأغزم قدام حسنك المزدان. وانتي انتي جميلة يا أم درمان، الصباح شمسه في جبينك، القمر شايله في يمينك، وتجليتي في اللمعان ولعيونك مهرجان، فيك النيل عشق غرقان، وليك نخيل العز مال بالشبال هزك طربان، والما شاهد السودان يكفي شاهد أم درمان، لأنك أنت يا أم درمان فيك يا بوتغ انصهرت كل قبائل السودان، أنت العاصمة الوطنية الناضلت للحرية ضد مستعمر الأوطان، فيك المهدي عالي الشان والزعيم الأزهري رافع راية السودان، فيك رجال يا أم درمان، فيك الشيبة والشبان أبذاذا عظام الشان، ويندر فيك كنداكات ونسوان صفوة النسوان، فيك غيمم فيك غيم فيك همم فيك زمم فيك ضمير وفيك إنسان، يليك قال خليل عزة حالك فيك بمش حفيان، فيك الطابة والقبة فيك النوبة والقرآن، فيك شهامة فيك بسالة فيك ثقافة فيك أصالة، فيك ضبيحة الضيفان فيك ضمان فيك أمان، فيك الطيبة للتيبان وفيك العشق للسودان، ليك يمدر صبح عنوان دايما دايما رائع يا أم درمان، يشكلت لي بجدان الناس من هنا أم درمان، فيك الشعر والألحان وأول غنية اتغنت وأول مطربا فنان، يشافوك بالآذان فيك جرس مع الأزان، وفيك الكورة والغمة هلال مريخ هلب ميدان، وفيك كان يمدر زمان وفيك كان يمدر زمان، الطرماج يجر عجلان النفاج مع الجيران، البيوت جوا الحيشان كان ليها الصنط بيبان، ناس صحاب أخوان، وفيك الظرف يا أم درمان كانوا لمجلسك ريحان، السوق خاسر وكان ربحان فيه الناس بتتعارف، الأزعار رخيصة كمان، المخا كان المنتدى فيه الشعرة والفنان، حليلك زفة المولد حليلك زفة المولد، الوقفة والعيد الزمان يا حليل أيام زمان والزمن الجميل الكان، انت انت حضارة يا أم درمان، انت حضارة يا أم درمان، ودائما صار في أي مكان الحضارة تعامله راغي، ليه وتقال ود أم درمان شاننك عظيمة شان، الاسم الثاني للسودان اسمك انت يا أم درمان، سلام عليك يا أم درمان، تسلمي واسلم السودان. يا سلام، تسلم كثير استاذنا محجوب الحاج، ويمكن يعني دي بمثابه وصف دقيق لانسان أم درمان، تكلمت فيها جوانب كثير، الاقتصاد والموقع الجغرافي والتاريخ وكثير من الابعاد في مدينه أم درمان، يمكن البقعه المحببه للجميع، يعني التضاد او المدرسه المختلفه في شعر محجوب. والله ذاك طبعا انا يعني تركت باب جديد في كتابه الشعر عشان يكون في اختلاف، يعني يكون في تميز، لانه انا بفتكر انه اي شاعر بيجي يكون امتداد لشاعر اخر يكتب بنفس المفردات نفس اللونين بيكون امتداد لشاعر ثاني ما في اضافه، فانا حاولت عشان اكون اشكل اختلاف يعني. يا سلام. عشان اشكل اضافه يعني في كتابه الشعر يعني. وبالتاكيد انت يعني عندك لمستك واضافتك. وهذه نجحت من اول اغنيه غناها مصطفى سيد احمد اللي هي الكوبليه اللي فيه
بسألك يا ذات عنك والبراء والبريغ في عيونك الرزان في انفعالك والضجيج في سكونك. يا سلام يا سلام، كانت البداية يعني. يا سلام، وأكيد يعني زمننا انتهى أستاذنا محجوب الحاج، لكن الحديث عنك ما بينتهي. شكرا جزيلا يعني، وإن شاء الله مع السنة الجديدة نشوف الجديد من أستاذنا محجوب الحاج. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، بكده بتكون يعني اكتملت محطاتنا لليوم من حلقتنا لليوم، وإن شاء الله الاثنين الجاي فقرات جديدة وحلقة جديدة ومختلفة. شكرا مشاهدينا، مع السلامة.